السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. معاكم قناة يوميات المسجدة، احنا في محافظة اسكندرية. النهاردة بقى جولتنا فين؟ النهاردة جولتنا في المكس. بصوا كده، حبيت ابتدي من هنا كده، دي الجنينة اللي في مطعم وكافيه ورد. احنا هنا في وش على طول كده الاستاد حرس الحدود في ظهري، وادي الجنينة اهي كده. طبعا ساجدة فرحانة قوي وبقول لها انتي كبرتي على كده. بصوا كده، انا بقالي فترة ما جيتش هنا، فبصراحة برضو اتفاجئت بالجنينة. بصوا والملاهي، بصوا كمان، بصوا كده، وادي كده الاستاد في وشنا. ودي كده الجنينة. نكمل جولتنا بقى كده. دي كده الاستاد حرس الحدود. هنا بقى كده اللي عايز يروح البلد اللي هي المحطة والمنشية وطريق البلد وكده، الطريق ده كده، لكن ظهري كده بيبقى طريق العجل. بس طبعا طريق العجمي بركب من هنا كده، من عند الباص اللي واقف ده كده، وبروح على العجمي اهو كده زي ما شايفين كده. بنركب من هنا كده، من هنا، من هنا كده، او من اي مكان من هنا كده، بنوصل على للي عايز يطلع خط العجمي، طريق الكورنيش بتاع الماكس اهو في وشنا كده على طول عند الفنار ده كده. ماكس جاردن اللي في الجنينه اللي صورناها، احنا مصورينها من ورا. ادي البوابه كده بتاعته، في مطعم ورد جوه. انا كان في دماغي اني الملاهي تبع المطعم، لاني قلت لكم انا بقالي فتره ما جتش، لكن طلعت الملاهي تبع ماكس جاردن. في كمان قاعه افراح وكافيهات والملاهي. نكمل بقى كده على كورنيش. بصوا المكان كبير ازاي، كل ده كده تبع ماكس جاردن. ونفوق شوية كده، البحر في وشنا على طول. كده كده بصوا كده بيوت الماكس اللي عند الفنار كده. ده رايحين على البحر. ده البحر. يا جمال البحر وهوا البحر وريحة البحر. المنظر اللي عمرنا ما نمل منه. وادي كده الفنار القديم هناك اهو كده. ده كده اللي هو الجديد، لكن اللي هناك ده كده ثبت بس التليفون عشان بيتهز من الهوا. اللي هناك ده كده الفنار القديم. بصوا كده الصيادين، منظر تحفة، والهواء مع ريحة البحر. وفي الماكس كمان بالذات بيبقى البحر كده ليه ريحة معينة، ريحة اليود بتبقى عالية فيه مع ريحة السمك، لأن طبعا أحلى صيد هنا والسردين المكساوي. مش عايزة أمشي من جمال المنظر بصراحة، من الهوا كمان. شو الصيادين هنا الثانية
وفي كمان قدام عند اللسان قدام كده شويه، وعند الجزيره اللي هناك دي كده. بصوا احلى قاعده بقى هنا كده. واحلى فيو. اقرب لكم كمان كده. حبيت اخليها جولة سريعة كده نستمتع فيها بجمال البحر من عند الماكس، من عند كده بالتحديد من عند الفنار، ونشم شوية هوا كويسين فيهم ريحة البحر. منظر كمان كده الجزيرة من هنا، بعدها بقى كده اللسان. يا جمال الفنار. والبحر طبعا والقعدة الحلوة. احلى بقى قعدة، احلى غدوة كده كمان هنا كده. بصوا ويا سلام بقى للغدوة دي كمان طبعا اكلة السمك. ودي كده بصوا في وش العربيات على طول، في وش الطريق على طول، على الطريق مش في وش، على الطريق على طول تعتبر. يعني بصوا تنزلوا كده لو جايين من البلد بتنزلوا هنا كده، ويا دوبك بيبقى هي مش بنعدي السكه ولا اي حاجه، نقعد احلى قعده احلى غدوه. في كافيتيريا كمان هناك قدام كده اهي، في وشنا البحر.